قل لي كيف تنتظر المباراة؟ تنسج حلما من فرحة، كالعادة لا يرقص حلمك إلا بصديق، سويا تسيران في ذات الطريق، تختار نفس المقعد في الصف الأوسط، تختال في زي النادي، تدخر النفقة والضحكات، تبتاع علما وشعارات، في الدربي تستحضران التاريخ والنجوم والذكريات. أتدري كل تلك التفاصيل مشرق الحلم حين يبدو قد تحرر، سريان الأمنيات تتوالى تتكرر، بساط الملعب ذاك البهيج الأخضر، حتى الطقس حولك صحو أو أمطر، في أبوظبي الرياضية يعنينا كل شيء، نحن مثلك وأكثر. السوبر هنا مختلف جدا، ذلك اللقاء كما هي العادة استثناء وبهاء، عشرات التقارير، آلاف اللقطات، عشرات المحللين والنجوم والخبراء. السوبر هنا بعين من يحب مصر، أرض النيل والعز والإباء. ليست المرة الأولى التي نقطع فيها موعدا سويا، كثيرة هي المرات التي كنا فيها النافذة والمرآة، أبدا لم نكن كالبقية، نحترم الجميع، الفضاء وكل من فيه، لكننا دوما نراهن على إعلام ليس له شبيه. كلاسيكو العرب هنا على أبوظبي الرياضية، قل لي ما تتمنى، قل الآن ماذا تريد، تخيل أن ذلك المؤشر في يديك، مصباح علاء الدين. كيف تحلم بالسوبر؟ ما الذي تحب أن تراه؟ نعدك أن يكون ما لدينا أكثر مما تتمنى. أبوظبي الرياضية، تغطية سوبر لمباراة السوبر.